أن فضل الله سبحانه وتعالى الإقبال على الإسلام عظيم. خلال 29 سنة اللي تفرغت فيها إلى أفريقيا وقضيت أغلبها مع أسرتي، لأن أولادي كانوا يهربون مني إذا أجي للكويت. أنا أقضي 10 أشهر ونص إلى 11 شهر في أفريقيا، وأجي للكويت والسعودية والمناطق المجاورة يعني بين نص شهر إلى شهر زيارات قصيرة. فكانوا أولادي من يشوفوني يهربون على أساس أن إنسان غريب. على ما أجلس يوم يومين ويبدون يعرفوني إلا سافرت من جديد. فبديت أجيب أولادي معي بالصيف، يروحون معي ونروح نشتغل بأفريقيا، ينامون معي بالصحارى، يخوضون معي في المستنقعات، يأكلون مما يأكلها المساكين. وأذكر أحيان كثيرة نبقى مرات 7 أيام بدون ما نغتسل لأن ما في ماء. فالحمد لله الله يسر لي أشياء كثيرة بفضل الله. الله بارك لي في أشياء كثيرة. أنا كنت أستطيع يا أخوان أني أشتغل بالمستشفى وأشتغل برا، أفتح عيادة. تلاميذي، أنا كنت من أوائل الأطباء الكويتيين اللي تخرجوا، تلاميذي كلهم الآن عندهم عمارات الله يبارك لهم، عندهم ملايين، ولكن والله يا أخوان أعطف عليهم، أعطف عليهم، لأنهم يظنون أن السعادة في الجيب. السعادة بكم ريال موجود بجيبك؟ أنا أعتقد أن السعادة تحصلها في قلبك. ابحث عن السعادة الحقيقية، ابحث عن حسابك، مش في بنك الراجحي ولا الجزيرة ولا الهولندي، ابحث عن حسابك في بنك الله سبحانه وتعالى. إذا كان راجحي يعطيك 6% بالسنة، بنك الله يعطيك 700%. المشكلة أننا إحنا كمسلمين ما نثق بالله. بالصلاة نقول الله أكبر، لكن أول ما نخطو من المسجد طالعين المسجد نقول الريال أكبر والقرش أكبر. كنت أكلم أخي خالد وأقول له ما عن فقر، إحنا عندنا خير، وزوجتي ورثت مبلغ كبير جدا من أبوها، بالنسبة لنا على الأقل بالنسبة لي، رفضت أن يدخل هللة واحدة إلى بيتنا، تبرعت فيه كله لأعمال الخير. لكن قضينا 5 سنوات يا أخوان في كندا ما عندها إلا ثوبين، وثوبين هي خيطتهم، واحد تلبسه واحد غسله. احنا قادرين على أن نشتري 200 ولا 2000 ثوب لو حبينا. سيارتي السابقة عمرها 17 سنة وكنا نستطيع نغيرها كل سنة. فأخواني يجب نغير نظرتنا إلى هذه الدنيا، يجب أن نبحث عن منابع السعادة الحقيقية. السعادة ما تشتريها بالفلوس. والله يوم من الأيام أذكر قضينا 3 سنوات في قرية نائية في مدغشقر، في قبيلة أصلها من عندكم من السعودية، يقولون احنا جايين من قرية اسمها حجاز وجنبها قرية ثانية اسمها مكة، فيها رجال طيب يحبونا اسمه محمد وما يعرفون عنا نبي. هاجروا قبل 1000 سنة وضاعوا، لا هم مسلمين اليوم ولا هم عرب ولا يعرفوها اسمعوا بالسعودية ولا ببلاد العرب. كل اللي يعرفونه أن مكة بالشمال، لا زال عندهم بقايا إسلام. فثارت النعرة في نفوسنا وقررت أنا وزوجتي نهاجر هناك، بنينا بيت وجلسنا مع الأيتام ومع طلبة المعهد هناك. بالليل بعد صلاة العشاء الكهرباء دائما تنقطع، فكل الأيتام والطلبة ينامون، احنا ما متعودين ننام بعد العشاء مباشرة. فأجلس أنا ومصهيب برا البيت، نقعد نطالع هالسماء النجوم هالغابات البعيدة رغم أنها ظلمة، نحمد الله ونشكره. في يوم من الأيام تلتفت لي أم صهيب، ما تقولي والله متى نروح الكويت؟ تقولي يا عبد الرحمن لو الله غفر لنا في يوم من الأيام ودخلنا الجنة، هل راح نحس بطعم السعادة مثل ما نحصلها الآن؟ اعتبرت الحياة اللي احنا فيها في قرية ما فيها خدمات
والله يا أخوان كيس البلاستيك ما موجود في القرية، رغم الحياة هذه كانت تتساءل إذا كانت في جنة الله لو دخلناها راح نكون سعداء مثل هذه. ليه؟ لأن كل يوم نطلع للقرى ونكلمهم عن الإسلام، كل يوم من أسعد اللحظات لما يجيني واحد ولا تجيني واحدة ويرفع السبابة ويقعد يشهد أن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله. أنا من أضعف ما يمكن أخوان، كان بالإمكان بعد زيارتي الأولى أقول أنا طبيب أرجع المستشفى وخلص، إيش أعمل؟ لما شفت المصايب، شفت أمة مساجد يزرون داخل المسجد ما يعرفون أن الزنا حرام، رأيت أمة مساجد لا يحفظون الفاتحة ما سمعوها من قبل. كم بكل بساطة أقول أن هذا العمل عمل حكومات، خليني أرجع على مستشفاي. قلت لا، خليني أشعل شمعة بهالظلمة لعله أفضل من لعن الظلام وأنتظر غيري يجي يشعل النور. بدأنا العمل وبارك الله في هذا العمل. ما كنا نعرف كيف نعمل، ما كنا نعرف كيف نجمع فلوس. بفضل الله سبحانه وتعالى بنينا حتى اليوم 5700 مسجد، حفرنا ما يقارب من 9500 بئر، عندنا اليوم 860 مدرسة وأربع جامعات، عندنا 204 مركز إسلامي متكامل، كل مركز يكلف على الأقل مليون دولار، عندنا 15,000 يتيم وأيتامنا ما نربيهم مثل الثيران نسمنهم وإنما نحاول أن نقلبهم إلى مواطنين صالحين. لا، ليسوا مواطنين صالحين وإنما مسلمين صالحين، وها حالة أعظم من المواطن الصالح. المواطن الصالح يطبق قوانين بلده، المسلم الصالح يطبق قوانين ربه. وأبشركم أن آلاف مؤلفة من أيتامنا تخرجوا من الجامعات أطباء ومهندسين وعلماء. دولة زي ملاوي اللي رحناها أول مرة ما كان فيها ولا خريج من الجامعة، ولا خريج. المسلمين كانوا 66% نزلوا إلى 17%، والباقي أما هجروا أو نصروا. في سنة واحدة يا أخوان خرجنا من أيتامنا 30 طبيب، 12 مهندس، 6 دكتوراه في علوم مختلفة، و6 محاسبين. الآن في ملاوي قمنا نصدر الخريجين المسلمين إلى الدول المجاورة. والله لو كان أمامك جبال، كل تحتاج إيمان، إيمان قوي، والله تستطيع أن تزيل هذه الجبال. مشكلتنا إيماننا في عليك question mark، في علامات كثيرة. أولادي كيف يعيشون يا أخي؟ أنا دخلي الإضافي قد لا يكفي المعيشة. طلع أسباب كثيرة تصيبك بالإحباط وتقول لك نام في بيتك ولا تشتغل لله. خلال الفترة الماضية، خلال 29 سنة الماضية، فضل الله سبحانه وتعالى ما هو بطولة ولا هي عضلات من عندي أو من عند الدعاة اللي عندنا، 7.5 مليون شخص دخلوا الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت قادر على أن تقوم بعمل أفضل من هذا العمل، لأني أنا إنسان مذنب، أنا إنسان خاطئ، وأنت إن شاء الله وكلكم خير مني وأقرب إلى الله مني. كل واحد منا، كل واحدة منا قادرة على أن تفعل ما هو أعظم من ذلك.